اكيد. هبة بما انك انت من صيدا خبريني قديش عندك خصوصيه الثوره هناك بصيدا وتحديدا بساحه ايليا. عادل يعني الثورة بصيدا قلنا 23 يوم بفتكر 23 يوم سلمية كانت إيه؟ ولا نهار يعني بصير في مناوشات كان أكيد مع القوى الأمنية مع الجيش اللبناني المخابرات بس ولا مرة شفنا مشكل صار كبير بصيدا دايما كانت سلمية حضارية آخر يومين ثلاثة طلاب شي بيكبر القلب صراحة أنا ما شفت هيك منظر طلاب آخر شيء يعني بطلت شوف الناس اللي كانوا كل يوم ينزلوا ما شوفهم الصبح صرت عم شوف الطلاب الصبح وكانوا عم بيشكلوا يعني عم بيعبوا الساحة هيدي الشيء كان كتير حلو الأغاني الثورية الشعارات نحن شعب كتير مهضوم على فكرة وكتير يعني أنا قد ما بمطرح أنه قد ما الواحد تعب عم يشتغل على الأرض قد ما بمحل تضحك تتسلى بتنبسط قد نحن شعب مهضوم ضربتي معهم على الطناجي؟ لا غنيت صرت في غنية هلا شو غنيتي ببالي كل الوقت يعني من يومين نازل على بيروت بسمع فيروز انا عادة ايه؟ انت حطيت انه هلا كنت عم غنيها هلا هلا هو لا تبع هيدي يا ثور وشدوا الحيل وصلنا عبواب التغيير وهي شي هيك ايوه صرت ايه انه صرت اغاني ثوريه عم بغني فصيدا صيدا عن جد واصلا منا اذا بدك معودين كثير بصيدا كنا يعني حلوة ما فيني أقول غير هالكلمة حلوة بتعرفي كمان إنه رسموا صورة بشعة قبل عن صيدا صحيح بس آخر فترة كانت كتير عم تتغير آخر فترة يعني مثل طرابلس بعد صيدا كانت أحسن شوي كمان بس صيدا كمان هي ما بتتغير هي نظيفة بس هن اللي بيّنوا نظرتهم يعني الأحداث الرياضية اللي كانت عم تصير بصيدا الفنية المهرجانات الفنية غير هيك شعب طيب لذيذ ما بده غير يعيش ويكون مبسوط